السلام عليكم على كل اللي بتشوفونا، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وانتم بتشوفوا معايا الفيديو وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده ان شاء الله هنعمل فيديو سريع وسهل وجميل وحلو في الحر ده، وخصوصا لمحبي الحاجات السبايسي والحاجات الحاره المولعه شويه. طب احنا يا جماعه ان شاء الله النهارده معانا ازازه صودا اللي هي سبرايت، ازازه حاجه اسمها سبرايت، ومعانا مانجايه ومعانا قرن فلفل. يلا بينا نتوكل على الله ونعمل المشروب اللذيذ بتاعنا النهارده. اول حاجه هنحتاج ان انا اقشر المانجا. طبعا انا بقشرها بالقشره بتاعت بقشره البطاطس بحيث ان هي ما بتطلعش معايا قشر كتير، يعني ما بهدرش من المانجا على قد ما بقدر. المانجا دي طبعا يا جماعه نوعها اللي هي زبديه، بتبقى حلوه قوي في العصير، بتديكي قوام تقيل وبتطلع لك كميه كويسه. انما لو انت حابه مانجا كده للاكل تجيبها وتقززي فيها تبقى حلوه. الانواع التانيه زي السكريه وفي انواع تانيه كتير يعني للاكل، انما النوع اللي هو الزبديه ده بيبقى حلو جدا في الخزين وخصوصا للعصير. يعني هبتدي بعد كده بقى ان انا اقطعها مكعبات. خلاص كده قطعتها مكعبات. طبعا هي مستويه شويه عشان كده ايه المكعبات بس هتبقى قطع معانا. هجيب عندي بقى الشفشق الدرق يعني اللي انا هقدم فيه او اصب منه، هنزل فيها اللي انا قطعتها قطع. وبعد كده قرن الفلفل الشطه هاخده برده اقطعه كده قطع. بالشكل ده حطيت قطع المانجا وقطع الفلفل. الفلفل حبه احمر او اخضر عادي اللي يريحك، وكميه الفلفل برضو يا جماعه زي ما انت حابه، مش حابه يكون حر قوي تقللي او تزودي على حسب ما تقدري تشربيه. طيب لغايه كده تمام. هنا برضو هحط معايا مكعبات التلج. خلاص ده كده نركنه على جنب. تعالوا بقى نشوف هنعمل العصير ازاي. اول حاجه هاخد معايا الحاجه الساعه افتحها. حبيت المانجا دي عامله بقى دلوقتي عصير. شفشق الخلاط هضيف عندي الحاجه الساعه. دي اللي احنا بنقول عليها يا جماعه صاروخ، اللي هي تمنها 3.5 جنيه. تمام. طيب هضيف عليها ايه تاني؟ هضيف عندي فلفل حراق برضو، هضيف عندي عصير مانجا، دي مانجية تانية انا فرموها. يبقى في الخلاط حطيت هنا الحاجة الساعة وحطيت عصير المانجا وحطيت الفلفل الحامي. طبعا يا جماعه احنا ما بنضيفش سكر ولا اي حاجه، هي الحاجه الساقعه بيبقى فيها السكر، كمان المانجا فيها سكر، والفلفل اساسا بيمشي معانا حادق وحلو. تمام. فانا هضربه في الخلاط ونرجع تاني. هضيف العصير بعد ما خلطته للمكونات اللي احنا حطيناها في الاول، التلج بالفلفل بقطع المانجا. بصي بقى يفضل ان انت تسيبيه كده في التلاجة بتاع ساعة ولا حاجة عشان بس المكونات كده تتفاعل مع بعضها ويفضل كده منقوع في الخليط الجميل ده، وبعد كده نقدمه. عند التقديم هحط برضو مكعبات تلجة كده عشان تبقى ساعة حاجة فريش وحاجة سبايسي حاجة كده. تمام. بسم الله. امسح كده اظبط الصينيه. اهو المانجا سبايسي الحاره الجميله اللي محبين الحر، نذوق بقى كده مع بعض. بسم الله.
بجد انصدمت من الطعم. انا كنت شفت الطريقه على قناه تلفزيونيه ببرنامج مشهور، قلت بقى اجربها تبقى حاجه جديده وحاجه بقى واو. يعني انا كنت مستغربه الموضوع، لكن لما لقيتهم كده بيشكروا فيه والطعم ومحبي بقى السبايسي وكده، فقلت الطريقه تبقى 100 100، لكن بصراحه ما عجبنيش خالص بالمره. بتحسي كده ان انت نفسك ماعت كده، عارفين انتوا مواعت النفس كده، الحاجه الساقعه مع الحر مع المانجا، مش عارفه ايه اللي جاب المكونات دي مع بعضها. فانا كامانه يا مانتي ان انا قلت مش هنزل فيديو، بقى قلت طب ممكن انزله واقول نصيحتي في اخر فيديو طبعا عشان كنت مصوره صوت. بعد كده قلت اقول لكم بالامانه ان هو طعمه مش كويس، ما حدش يجربه، يمكن في حد يجربه ويحب الطعم ده، بس مش عارفه انا بالنسبه لي مش كويس خالص. وامانتي قلت اقول لكم الطريقه للاخر، ودلوقتي بقى هاخده واروح ادوقه لجوزي اشوف برضو رايه من رايي ولا ايه. انا مش هقول له حاجه خالص، اسيبه يدوق وبعد كده نسمع الراي مع بعض. هو العصير معانا احمد. نعم. خد دول العصير كده ده وقول رايك فيه بكل صراحه وكل امانه. توطي الصوت؟ شنو هذا؟ توطي الصوت عشان هقول إيه؟ اشرب وخلص كده، مش عارف ايه مكوناته؟ ايه المكونات؟ ده فلفل اللي فوق دي ولا ايه؟ فلفل. يس برافو، كسبت معانا. ومانجا؟ جايزتك في ايدك. لا عايز شاليمو الفلفل. ايه ما عادي ما تاكله. اكل فلفل مع العصير. مش عارف، عايز تشيل قطع الفلفل. ايه وجهة النظر يعني فلفل مع المانجا؟ اختراع. اشمعنى يعني ايه الفايده يعني؟ دي لمحبين الحاجات السبايسي الحراقه، مانجا مع الفلفل الحار والحاجه الساقعه دي بقى، حاجه ساقعه سبرايت اللي هي صودا. لا قطع فلفل. انا انت عارفه ان انا بموت في الحار. الحار لكن مش حابه مع المانجا. يعني ايه ده، انا بقول هتحبه انت جدا. لا مش عارف. طب شرب مرة واحدة كده. ممكن لو في شفاط. هو الشاليمو بس اللي يفرق؟ ممكن، انا بقول ممكن، لكن انا مانجا وتيجي كده حتة فلفلاية، لا مش حابب. يا مودي معاك شاليمو؟ لا. عشان بتطلع قطع فلفل. اقعد باكل حبة اتفتف بقى كده ولا ايه يعني؟ مش عارف. يعني العصير عادي، انما انت القطع مش حاببها. هي قطع المانجا دي عايز تبقى قطع. لا يعني عشان ان انا اعمل كده. لا ما قطع فلفل قطع. لا مش حابب الموضوع ده. في حاجة كمان مع المانجا غير الحرارة، ايه مش عارف احددها.